السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالي يرى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
مذبذبين بين ذلك لا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولم ما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زيدهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله إلا إيمانا وتسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل لا كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً 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 لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.